بسم الله الرحمن الرحيم. هذه رسالة وجهها وأنا في رحلة دعوية بفضل الله عز وجل. والله جاءتني فكرة الآن، هو أن بلدنا الحبيب الجزائر بلد بحجم قارة. سبحان الله، ونحن نمر على الجبال والأنهار والوديان والشعاب، ولفت انتباهي كثرة المساجد. والحمد لله احنا شوف، انا خارجين في رحله دعويه. انا حبيت نوجه رساله الى اخواننا اللي عندهم غلو في تجريح الدعاة والعلماء وطلبة العلم. ما كان كيشت هكذايا، قلت سبحان الله، كم نحتاج من داعية وطالب علم وإمام باش ينشر التوحيد في الأمة والسنة، وهاد الناس طايحين على الناس اللي راهي تخدم وتدعو إلى الله عز وجل. شوف، يخرجون عندنا رحلة دعوية كبيرة جدا في أقطار الجزائر. نقول لهم هادو ما معليش ما تسمعوش لهاد الدعاة، انتم ما بدعتوهم وكتقولوا على غير المنهج السلفي. معليش، أين هم مشايخكم اللي راهم على المنهج السلفي؟ أباك الجزائر تحتاج إلى دعاة، وين راهم؟ خرجهم لنا. قد يقول لك قائل شؤون وزارة شؤون دينية منعتهم المساجد، معليش، وما منعتهمش، لأنه كاين كثير من إخواننا عندهم هذاك الفكر وما زالهم في شؤون دينية، بصح ما يخدموش لا في مساجدهم لا خارج مساجدهم. لكن حبيت نوجه رسالة لهادو إلى إخواننا هؤلاء، نقول لهم الدعوة في الساحات العمومية وفي الملاعب وفي يعني خارج مساجد لا تحتاج إلى الشؤون الدينية، ما تحتاج إلى شؤون دنيا. فنقول لهم أخرجوا لنا شجعانكم، ينشرون التوحيد، ينشرون السنة، يذكرون الناس بسيرة رسول الله. المهم خدم، معليش ما تسمعش الفلان وفلان اللي راهم معروفين في الساحة، بصح أنتم لم ترتضوهم أن يكونوا قدوة في تعليم الناس، ولم ترتضوهم أن يكونوا من المصلحين. معليش ما تسمعلوش، بصح قول للمشايخ ليك تسمع لهم، قل له يا أخي بصح الساحة راهي فارغة، اخرج وعلم الناس التوحيد، ذكر علم الناس دين الله عز وجل، تكلم لهم على التوبه. تسمى انتم لا هكذا، لا خليتوا الدعاة المصلحين. الحمد لله هذا القابول ربي اللي وضعوه في الارض، واكبر دليل شوف لم نترك مكانا في بلدنا الحبيب الا وذهبنا اليه. بصح ما يكفيش، لازم عشرات الدعاة، رانا اكثر من 45 مليون جزائري، لازم نعلمهم التوحيد ونعلمهم السنة ونعلمهم الفقه ونعلمهم ونذكرهم بالأخلاق والتزكيات. وراهم، أنا هذا هو السؤال اللي حبيت نطرحه. معليش سؤال ودي مع خاوتنا، نقول لهم روحوا لعند المشايخ تاعكم، قول لهم صحيح يا شيخ الدعوة ماهيش محصورة في المسجد، حتى اللي راهم موقفينهم، نقولوا بعض الدعاة وقفتهم شؤون دينية، بصح خارج المساجد شؤون دينية تتحكم فيك في المساجد، وخارج المساجد علاش ما تدعوش الله عز وجل؟ على ما تخرجوش كما يخرجوا الدعاة؟ ولا غير فلان مبتدع فلان ضال. فهدانا الله وإياكم، مليح الله يفتح عليكم هذا السؤال، توجهوا للدعاة وتعاودوا تجاوبونا إن شاء الله. الدعاة اللي ترتضيهم تسمعهم، حنا شوف وين رانا في الجبال. في الجبال الحمد لله حملة دعوية مع إخوة في الله يحملونهم الدعوة ما شاء الله. قولوا المشايخ تاعكم يا سيدي ماشي في المساجد، يلا نخرجوا الساحات العمومية، نخرجوا الأماكن العمومية، نخرجوا الملاعب، وندعو الناس إلى التوحيد والسنة، وندعوهم إلى دين الله. بارك الله فيكم خاوتنا، السلام عليكم.